فرونسي مانيس كل مرحبا بكم في حلقة جديدة من ملا شيف لو دويل وخليني نفكركم مرة أخرى في الكونسيبت نتاع ليميسيون تاعنا دونك كيما تشوفوا معايا دو كانديدا واحد بالتابليي روج والاخر بالتابليي فيغ شنو لازمهم يعملوا لازمهم يحضروا ان منيو كومبلي في أقل من ساعة ومانيش وحدي سور لو بلاتو معايا كيما كل حلقة لان دو نو شيف واليوم خليني نقول على السلامة لو غران شيف هايكل بن زيد شنو حوالك انت توحشناك مرحبا لي كانديدا مرحبا بكم دونك شيف حتى انا توحشت باش نحضر لو دويال هذايا ونشوفوا لي كانديدا شنو باش يعملوا نهار اليوم فوالا دونك خلينا نفكروا باللو كونسيبت اللي بدنا فيه كمان دونك لي كانديدا نتاعنا عندهم اقل من ساعه شيف باش يحضروا ان منيو كومبلي متكون من اونتخي بلا وديسير دونك شيف نجموا نعاونوهم نشجعوهم مش نحن ورا لي فورنو اليوم مش نحن باش نعملوا اكزاكتومون فما شباب باش يعملوها لي كانديدا اليوم احنا اوني لا باش نستريسوهم شويه شيف لا با دي تو ما اخترناش منيو صعيب اخترنا منيو مشخشخ كالعاده نتحفن في اونتري وسبيد وديسير في بوكو دو برودوي في دي تكنيك زاد يزوم يعملوهم ها نشوفهم شو يعملوا دونك شيف هايكل معنا اليوم ما ينجم يمس مع لي كانديدا حتى شيء باغ كونتخ ينجم يعاونهم في دقيقه من الزمان غراس او دونك بوزور شيف دونك ينزلوا على البوزور وينجموا وقتها شيف يل انترفيان معاهم في دقيقه برك وهوني نجموا نعاونوهم ومن بعد شيف احنا باش نذوقوا باش ما يراتيش الروسيت تاعو بيان سور باش نذوقوا الماكله ونعطيوهم نوت على الدريساج على الفيزيويل على الدريساج على الكرياتيفيتي نحن باش نحطوا لهم تبارك الله الطاوله مزينه بوكو دو برودوي Il y a tout ce qu'il faut pour faire un bon menu. En plus, عندهم الخضرة وحدين نجموا يستعملوا حاجات زايدين. Voilà, كان يستحقوا بيان سور بشي pour la finition تاع المنيو تاعهم ولا دريساج. مي خلينا نشوفوا شنو هي المنيو اللي حضر هنا شيف هايكل اليوم وسيرتو خلينا نتعرفوا على الكانديدا. عسلامة عسلامة. هاي مرحبا. هاي عرفونا على رواحكم. اسمي فاطمة الغربي، نقرا ديزيام اني بي تي بي كويزين. في انستيتيو شرقية لي ام ام جيت اليوم حبيت نعمل لي بون اكسبيريونس افيك شيف هايكل وفرحانه برشا ان شاء الله نشوف المنيو ونقد حاجه باهيه وتنحينا الحشمه وتعلينا في صوتك باهي كل شيء صعيب كل شيء عملناه باهي على بورتي باهي عسلامة مرحبا تبليغ وشكون معانا؟ اسمي صفوان بوفروة جيتكم من قصر هلال نقرا دوزيام اني ماستر فينونس دو دومين بعد على بعضهم اصلا وعندي انستغرام جو بارتاج افيك مي زابوني لو ريسيت لي ريسيت ولي فوتو شباب النحاسين جو دونك شفناهم يشهيهم معناتها يشهيهم فوتو بروفيسيونيل مي لا نعمل عليك في الدريساج ان شاء الله حاجه مزيانه اكيد كاينك شنو تاخذ لها تصويره تو سويت اوكي اكيد جيب حدايا فاطمه نشوف شنو محضرنا شايف اليوم اليوم الريسيت تاعنا حاجه فيها كل شيء باش نعملوا ان منيو سامباتيك اللي هو باش نعملوا ديزو فارسي اوتون في لونتري باش نعملوا لازاني دو بولي في السويت باش نخفوها مانيش باش نعملوا لازاني باللحم باش نعملوها بالدجاج اخف وبنينه وتجي معاها دي ليغوم اوسي وباش نعملوا في الديسير تارت شوكولا سيترون اما دون اون فيرين مش تارت العاديه تاعنا دونك يظهر لي ليزانغريديون كل عندكم عندكم ليزانغريديون الاخرين تنجموا تستعملوهم في دريساج ولا تزيدوا حاجه في المنيو تاعكم مقبوله الخضره والغله وكل شيء على مشريه من ام جي فوالا اكزاكتومون ولا جاي ناخذينا من ام جي دونك عندكم تو لي برودوي حاطينها لكم في الطالب تاعكم عندكم الماتريال تاعكم ونحب نشوف شنو عندكم في دايتكم
عندنا فرماج غابي غورمان وعندنا فرماج فوندون غابي وعندنا فرماج غابي سافار كروير باش يختاروا واحد منهم باش يستعملوهم في الغوسيط نتاعهم. وتوا ما نزيدش نخليكم تستناو ونتعداو توت سويت للبلاتو مع ميسا وشيف هيكل ونشوفوا قداش فاطمه وصفوان نجمو يتابعوا لي كونسين دو شيف على لاتر وكيفاش نجمو يتحكموا في الوقت نتاعهم اي سورتو كيفاش كانت ريساج والكو وحتى نتوما تنجمو تجربوا لي ريسيت هذم في الدار وشهيه طيبه للناس الكل. الو خنشوف شنو عندهم شيف في القضيه اللي قضيناها كما كل جمعه من ام جي نمشيو نقضيو القضيه فرشكه كيكا لي كانديدا يحضروا لنا ماكله بنينه دونك عندنا العظم اوفيتا للانتري عندنا مايونيز كيف كيف جديده فرماج هذا يغو فرماج دونك شنو عندنا اخر عندنا الجيش بلون دو بولي المزرعه شيف عندنا سافور غرويير فرماج ديليس كيف كيف من ديليس عندنا زبده زيده والحليب والكريم سوبيريور ليكيد والكريم فريش دونك عندنا كيف كيف من ستيكاب توما كولي والهروس ما دمنا مع شيف هيكل دونك هذه انا نقول لكم راه والهروس لازم يكون موجود كيف كيف عندنا ليكيور فيرينا واللازاني زيده كيف كيف نتاع لي دور عندنا كريمه تارتيني اتلانتيس بسكوي سايدا والغلاس دونك شيف يظهر لي اخترت لهم انت السافور ديريكتومون فما فريز فما شوكولا دو توت فاسون كان تحبوا تبدلوا عندكم الفريغو بحدكم تنجموا تتبدلوا فوالا لي بارفان تحبوا عليهم شنو اخر عندنا زيت جديده غوت ديليز وما ننساوش دونك للديسير سمارت شيف عندنا سكر فاني والكريم شانتي اوكي دونك الخضره والغله كما قلت لكم عندكم لهنا والا في لي بوكس اللي وراكم انا نقول لكم عندكم اقل من ساعه راهو الرحمه لي في الوقت ولازمكم تكملوا دونك تزربوا ما ضيعوا حتى دقيقه ونحب نسمعكم تركزوا مع الروسيت ما تزربوش برشا مي الفو فيغ فيت وسورتو سورتو خرجوا لنا حاجه بنينه اي سورتو شاف لازمهم يقراوا حساب وقت الدريساج راهو ما تاخروش الدريساج خليوا له وقت باهي خاطر عندنا نوت في الدريساج فوالا عندنا نوت على الدريساج ابار البنا اوكي حاجه بنينه ودريساج مشوره انا ما نرحمش هكا هو دونك فاطمه هاي سيدي هاي تعرف عندنا البلاستيك حاضرين سي بون في فورما خبيوا كستيلويت يلا هزوا ديكم الفوق 3 2 1 C'est parti!
دونك شيف شقابلك في الكونسيبت جديد؟ والله نكتشفوا ديجان تالون، فما برشا عباد باسيوني مغرومة قاعدين يقدموا أحسن ما عندهم. بيان سور ستريس تاع الكاميرا وتراك قدامها ما لاحظناش برشا، عندهم دوبل ستريس هما نورمالمون. ستريس الكاميرا ديجا انه واحد أول مرة معناها يجي هكا سوغ أن بلاتو، وزيد ستريس نتاع الوقت. اون فوا بدا طيب ينسى ستريس، اون فوا بدا طيب يعمل حاجة اللي هو يمتريزيها اللي يعرفها، مش ينسى ستريس وينسانا نحن الكل اللي دايرين بيه. مش قاعد يسمع فينا هو توا، وماهوش قاعد يسمع فينا، قاعدين يطيبوا على رواحهم. أما نشوفهم اسكو منظمين وإلا لا. وفي الاخر شاف سورتو ياخذوا ان تري تري جولي كادو من عند روسل اوبس، دونك روسل اوبس حضرت لنا برشا كادوات للي كانديدا للي يربح واللي ما يربحش زاده. لازمنا كافي واللي جاب حدانا لازم يروح كادو من عند روسل اوبس. دونك اول حاجه باش نمشي نمد بلون دو بولي مزرعه باش نقصوا اول حاجه لو طون اللي حطيت ثلاثه عظمات فيتا قاعدين يغليو باش نربح الوقت انهم يطيبوا. خدمت على الوقت كيفاش لازمني ننظم الوقت نتاعي باش نبدا باش نكمل. هكا علاش سبقت لو بلا برينسيبال قطع عليه العمده ويستحق اكثر كويسون خاطرش نحطوا اللازانيا في الفور، دونك باش تشد لنا اكثر وقت. نحيو الجلد نتاع نشوفوا شيف يظهر لي بداو باللازانيا. الواحد الاستراتيجي بتاعه باش يبدا هو المنيو جينيرالمون لازم نختاروا اكثر حاجه طيب اللي نبداو بها، ومن بعديكا اون باس باش نخليو وقت الكويسون نتاعها، ومن باس للحاجات الاخرى اللي هو ان ترافاي داسامبلاج. دونك لورغانيزاسيون هي كي فيغ لا ديفيرونس في الـ انا توا باش ناخذ البلون بولي المزرعه باش نبدا نقد اللازاني نتاعي. كنا نبداو بالبلون بولي خاطر هو باش يطلب الصوص هذيك يعني. بالنسبه للبلا برانسيبال دوما بديت حضرتو لازانيا او بولي بلون تليت به بالكدا اتيت حقها. دونك فاطمه باش تقص البلون بولي اون كوب وصافو نحط العظم يطيب. العظم ما يطلبش اكثر من 10 دقائق طياب اوف دور، لازمها تكون عندها 10 دقائق من اللي تبدا ليبوليسيون، سينو كي نخليوها اون لون كويسون الجون الاصفر البنين تاع عظمة الفيتا كي يطيب برشا فوق ال 10 دقائق بيان سور مش باهي في الطياب، يولي اغمق من العاده. دونك لازمنا نحترموا الوقت نتاع الكويسون تاع اوف دور يعني 10 دقائق عظمة الفيتا. قاعده نشرح في البولي باش نقد به اللازاني وباش نبدا باللازانيا وبعد باش نعمل الديسير نتاعي. العظم هو اقل طون كويسون واقل بريباراسيون، ما نساوش الديسير بتاعنا لازم يبرد. ايه لازم يتعمل ويدخل الفريجيدير باش ياخذ وقته في البرد ومو حتى 20 مينوت. الديسير باش سخون. داكور. دونك لازمهم زادا كمان ما ينساوش الديسير اللي هو لازم وقت باش يبرد. بيان سور باش يبرد. واللازانيا اللي حبلها اوموا 25 مينوت في الفور. داكور. ديجا بريسك شطر الوقت. دونك اللازاني لازمها شايف قداش وقت باش تجيب؟ اوموا 30 مينوت 25 30 مينوت اللي هو شطر الساعة، معناتها يلزمهم يحضروا لا بريباراسيون. لازمهم يحضروا لا بريباراسيون ويحطوها في الفوق باش يخليوا الوقت باش تحضر قد قد باش يحضروا لونتري والسويت تاع لونتري والديسير بتاعهم. باهي دونك ماشي صحيح. صحاح يعني شايف توا انهم بداوا بالبريباراسيون تاع اللازاني باش يحضروها ويحطوها في الفوق. نورمالمون. نشوف في حاجة ماهيش عادية انه الانسان يغسل الدجاج. فاطمه علاش تغسل في الدجاج فاطمه؟ كيكه مستنسه نغسل الدجاج شويه قارص. سي مع بولي المزرعه معناتها سي لا فيوند فريش بولي فري وبنين و سي دابيتود وحتى في الاباتاج بتاعه صار بطريقه مودرن. اون با بوزوان دو سيتروني ولا دو لافي لي بلون بولي. دونك بخي على لومبلوا. وي داكور. تاو كملت قصيد الدجاج نتاعي اون كوب، تاو باش ناخذ وحطيت مقلش نحط شويه زيت، باش ناخذ البصل زاد نقصه شويه، بعدين نخليه يتقلى هو والدجاج. دونك دابري سكو جو فوا فما الكونديدا صفوان اختار باش يقص البولي اون بتي دي وفاطمه باش ترحيه. ولي دو نطلع شويه. اي. وقايد باش نعمل فاطمه. فاطمه باش ترحيه. اي باش نرحيه وباش تعمل شويه زيت جديده باش تلين شويه البولي كي باش نخدم به اللازانيا. يبدا واضحه. هو فما دو فاسون، فما لا فاسون ها تبلي مسالش مسالش هذاك شايف جو الكوجينه كان ما تبل ما تظنيش هكا روحها ماناش قاعدين في بيروس هكا هكا مسالش.
دونك فاطمة اختارت باش ترحي لنا الدجاج. باش ترحيه بالزيت من الاول فاطمة. اي. فوحدته دونك زيت جديدة، حطيت له كما شفنا الثوم وال تهبل فلفل زينة. فوالا. وباش ناخذ طومات ستيكاب وباش نستعمل زاده شويه هروس ستيكاب. دونك توما كولي طماطم مرحيه كاينه فريشكه في وقتها وبيان سور توازويزه تونسيه نتاع الهروس اللي انا مغروم بها برشا الهروس. دونك نشوفوا شيف لي زوز لي دو كانديدا نتاعنا خدموا دو ميثود ديفيرونت. سي سا. صفوان بحذايه قص اون كوب وفاطمه رحاتو. بون انا هو كل واحد يفيها سا فاسون، انا جو بريفير اون كوب. داكور. علاش خاطر باش تقسم هو والخضره فرد طياج، الخضره اللي باش تقسم معاها باش يقعد اون كوب، باغ كونتر الخضره ما تنجمش ترحيها. اه صحيح. باش تقعد خاطر ماهيش لازاني بولونيز هي اللي باللحم مفروم. انا ذاك شنو قلت؟ قلت بالك شي فاطمه خدمتها على فاسون نتاع لازاني. شوفوا الفاسون نتاعها جوستومون. كيما اللحم مفروم معناها. شنو باش تعطي؟ سي فاسون دو فيغ. فوالا، ميسي شحنا من الوقت. العبره بالنتيجه بالنسبه لي. حطيت زيت الثوم تاعك البصل حضرت الثوم البصل والدجاج تحط البصل تقلب بعدين نزيد الثوم تحط الثوم بعد البصل باش ما يعطيناش مراره في الصوص تاعنا يعطيك لي زاستوز زاد صفوانه باش ما تحرقش الثوم الثوم بالحق مع زيت سخون يعطي مراره اما بور اروماتيزي الزيت وال لي زانغريديون تاعنا دو بريفيرونس بالاول يبدا معاه افروا وما نخليهوش تحرق باش ما يمررش نخليهم شيف يكملوا يقدموا. شيف مادامهم بداوا باللازانيو بولي خلينا نعطيو اللي يتفرجوا فينا لا روسيت. لا روسيت. اكزاكت تاع الشيف هيكل. باهي لاصوص اللي باش نقولوا بها لازاني هي فيها بلون بولي ولا نجم يكون حتى كويس دو بولي مخصوص. لي ليغيم جو بريفير نخليهم مخصوصين غروسيرمون. داكور. اون كوب غروسيرمون، علاش؟ خاطر الليجوم كي يقصوها جيده بعديك باش تذوب لنا في وسط الصوص مش تقعد. دونك فيها بلون بولي كوبي اون دي، فيها بصل، فيها ثوم، فيها قرع، نجم نحطوا فيها بتنجاله، نجم نحطوا فيها هيك الفلفل الاحمر والاصفر والاخضر، الطماطم ايفونتويلمون. تجي ملونه جوستومون، كل سوتيه مع بعضهم في الزيت معهم الثوم. وبعدك نزيدوهم بيان سور توما كولي حاضره مرحيه ونوزوزوها بشويه هروس شويه تابل فلفل اكحل ملح ونخليوها تطيب شويه ما نخليوهاش تطيب برشا. الكل نحطوهم مع بعضهم الكل مع بعض نسوتيوهم وبعديك نحطوا الصوص بتاعنا نزيدوا التوبات فريش بتاعنا ونخليهم يطيبوا مش برشا وقت تعرف الدجاج مش يطيبش برشا وقت اون بليس هو باش يكمل الكويسون تاعو في الفور في الفور اوموا 30 مينوت في الفور دونك دوب ما يطيبوا مع بعضهم يلزم الخضره نطيشوها في الاخر باش ما تذوبش نحضروا لي فوي دو لازاني بتاعنا اون لو شوا اونتر نصمتوهم ونحطوهم مصموتين والا نحطوهم كيما هما والصوص نخليوها مرخوفه ما لازمش تكون عاقده باش بعديك كي تسيب الخضره والدجاج والبصل اللي يسيب الماء بتاعه هو الطماطم يطيبوا لها البات تجي قد قد الدوزاج بتاعها. داكور وشنو الفرق كل... شاف ما بين نصمتوهم ولا ما نصمتوهمش؟ كان مش نصمتوهم الصوص لازمها تكون سيري ما فيهاش برشا ماء سينو اللازانيا بتاعنا تجي مرخوفه ميسه نقولوا نحن بالماء واذا مش نصمتوهم نخليوها ليجيغ باش ناخذوا هذاك البات الفابسوربي الماء الكل وتطيب به منه فيه كما نقولوا نحن. باهي بالنسبه للجراتيناج باش نعملوا اون صوص كريم اللي هي صوص بشاميل فيها الزبده والحليب ونزيدوها بعد ما تطيب نزيدوها شويه كريم فريش باش تولي كوم اون صوص موسلين معناتها وبنينه اون بليس بالكريم فريش ومن فوق الجراتيناج بالفرماج ديليس الفرماج دو بريفيرونس ما نحطوهوش من الاول نحطوه في الاخر في وسط الكويسون باش تقعد كلي فوندون هكا فوق اللازانيا فوق يعمل الجراتيناج بتاعه شايف شهيد ستو ريسيت مش صعيبه سهله سهله ما فيها حتى شيء وما تخش برشا وقت سورتو بالنسبه لزو فارسي التكنيك في الكويسون دي زو ما يلزموش يفوت 10 دقائق العظمه تي بتاعها دي لا روبيز دو ليفولوسيون بعديك باش اون سيباري البلون من الجون الجون هو اللي باش نعملوا به الفارس باش نعملوا فارس شنو باش نعملوا باش نرحيوه ونزيدوه بيان سور المايونيز جديده
اخترنا باش نزيدوها مايونيز جديدة لجو فرماج باش تبدا فيها بنة الفرماج وبيان سور معها تون ايميتي والا لوتو مرحي كومي موس عندنا مشوار ما بين ايميتي وفتفتوها كما نقولوا نحن والمايونيز هي اللي باش تلم وتردو اون فارس والا ما بين ان ندوروها كلها نحيوها كلها في البيكسر ونزيدوها تون وبعديك نرجعوا للفارس بتاعنا هذيك في الكيتيرو بلاصه العظم بلاصه الجون نعاودوا فارسيوهم بيان سور نكملوا الديكوراسيون تاعنا ام تي رابيل للحاجات اللي عملناهم كايبه كبار هذيك كل واحد وجو شوي في العبيد ام تي مورسو بتاعتهم نجموا نعملوا لها بيان سور ام بلا بور ام بلا كيليبري نجموا نعملوا لها شويه خضره من لوطه ولا شيفونات دو سالاد بور اكومباني لي زو فارسي تاعنا داكور شيف باهي نشوفوا توا جماعه فاطمه شنو قاعده تعمل؟ قاعده تقص في البازيليك في الحبق بيان سور يمشي مليح في السلطه تاع الدجاج اما جو فوا اللي هو برشا اون كروند كونتيتي دو بازيليك باش يطغى على البول الكل. باهي دونك فاطمه رد بالك في البازيليك راه ريحته قوي شويه البازيليك باش ما يدخلكش على بقيه لي زانغريديون. اي دونك انا قررت نعمل الصوص روج وحدها ونخلي البلون بولي قله واحده تعقل باش نربح هيك الوقت. نضيف واحد شويه فلفل اكحل، زوز شويه ملح، كثرش الملح خاطر بعتالي بصوص بشاميل. علاش ما تكثرش الملح؟ خاطر بعتالي بصوص بشاميل باش نستعمل فرماج ديجا في اللازانيا هكا. فانا نفوحها في اللي صوص نتاعي. هذه مثلا ما نحطلهاش باش نخليها هيك باش تظهر، بعتالي باش تظهر معناتها ايتاجات نخليها ما نعملهاش صوص حمرا نخليها بيضاء هيك. حط لها شويه كركم هكا. واضح. كخضره شنو باش تستعمل؟ علاش قصيتها دي رونديل الكورجيت؟ نحط في الاول طبقه لازانيا. باش نحط اول حاجه صوص طوماط هذه من اللوطه. نحط طبقه لازانيا. باش نحط الدجاج باش نعملها دي رونديل. باش تستعملها سردي فيه معناتها مش باش تخلطوا مع بعض. وي في نوتخ فاسون. وعلاش قشرتها الكورجيت؟ هكا المنظر. فماش علاش؟ شطر بشطر ما قشرهاش الكل. هو بنتها فيك الخضوريه بتاعها. هنا خليتك قشرتها هي شويه. ما تحبش الخضوريه نحيت لها. نلبيو الاذواق الكل. والصوص شنو راها فواحتها؟ فلفل اكحل وملح وفلفل احمر. واش؟ هذا فلفل اكحل وملح. ما تنساوش الوقت يا جماعه راهو الكرونو قاعد يجري. وفي مازال لكم كما قال لكم شيف الديسير زيد اللي لازمو يبرد واللازانيا اللي لازمها او موان 30 دقيقه في الفور دونك نحبكم تزربوا شويه دونك باش نبدا في المونتاج تاع اللازانيا نتاعي مش باش نغليها في الميش خليها هيك انايا جوست خلي صوص طوماط نتاعي مالها لا باش تطيب فيها من هكا دونك شيف ونربح الوقت هلا هلا شنو معناها مالها لا يا سمحة مرخوفة ما يصيري هلالية هذه دونك شيف اخترت لنا لازاني ليبيدور هذه بالعظم اي فيها اون تري بون تكستور والكورجات استعملهم نايين صفوانا جوستومون بالفابور بعتالي وبسخانة هذايا والبولي يطيبوا معاك ما يسحقوش برشا باهي خلينا نذوقوا شيف اون اوتر فاسون خلينا نشوفوا الفاسون بتاع فاطمة كيفاش باش تعمل كيف كيف باش تعملهم باش نزين نحط في صوص افيك لو بولي بلون ومن الفوق باش نعمل كوش دي رونديل دي كورجيت وبعد باش نعمل كوش اخرى باش تبقى واضح دونك كيما نقولوا باش تطيب الكورجيت ولا باش تحط انايا؟ لا لا باش نحط انايا خاطر الكويسون نتاعها ديجا ماهوش باهي ما ينفو كوبي تريفا دونك الكورجيت هي اللي باش تعملنا سيباراسيون ما بين لي كوش هكا ولا حسب ما فهمت وباش نستعمل شويه بوافرون روج ولا بوافرون جون هكا كتولي تولي اللازانيا نتاعي كومبوزون دي ليغوم معناها فوالا خاطر فيها دي ليغوم اللازانيا باهي شيف دونك يظهر لي لي دو كانديدا نتاعنا ما استعملوش التكنيك اللي انت قلت لنا عليها اللي هي باش نقصوا الخضره اون كوب سكو جو فوا لي زوز ما استعملوش الرانت اي استعملت قال لك انا استعملت والرانت هاي فما البازيليك زاد يمشي مليح مع الدجاج ومع لي ليغوم طيب باش نبدا نحضر في الصوص باش ريحه الصلصه بنينه اي باش نستعمل الفارينا لي بيدو باش نعمل الزبده زبده ديليس والحليب ديليس. باه. وبالتالي بعد ما نطيب باش نزيد حام سوبيريور. كريم سوبيريور. ديليس بيان سور. بشخشخه.
يظهر لي شايف حتى التوا ماشيين صحاح ولا لازمهم يكسلوا ولا شويه تايمينغ شويه تايمينغ لازمهم يزبوا شويه في التايمينغ من فوق دخلت اللازانيا الفور الباقي كله مثل هي وقتها بالديسير وال والانتري شوف فاطمه يظهر لي اختارت باش تزيدنا فلفل احمر كيفاش تحطوا الفلفل بتاعك مع اللازانيا فاطمه باش نقصوا اونجيلين ونحطه فوق الكورجي باه تعرف القصة عن جوليان زادة اللي هي دي بتي باتوني دونك باش تقصها عن جوليان زادة مش عن كوب ايه باه بدينا نشوفوا في الألوان طوا بالفلفل الأحمر بدينا نشوفوا في الألوان وهذيك هي لازاني دو بولي لازم يكون فيها برشا خضرة وتكون فيها ألوان و... والفرص بتاعها من نوع شوفوا صافين كيفاش باش يحضرنا صوص بيشاميل هاي صافين حكينا على صوص بيشاميل كيفاش أول حاجة زبدة ديليس دورتها طيب شو نزيد زوز مغارف قديش حديد زبدة؟ 100 جرام زبدة وش نحط زوز مغارف فرينة خليوه الشيف يعمل كما يحب احنا بعد تنذوق ونحكمه كان فما زبدة بزيد ولا فرينة بزيد قلبي ما اعتنيش عندك الحق ميساج ميساج نعاونوهم شوية نحبوا ان بون ريزولتا ما نزلوش على البزوغ يا شيف ما نزلوش على البزوغ ما نعاونوهم كان ينزلوا على البزوغ صعيبة كثرت انا مش صعيبة دورت هي ما يصير صعيبة معك قاتلني انا نحبهم الزوز صعب علي انا صعب ميساج نحبهم الزوز يكونوا عندهم نفس الحظ شيف لا هذاك خلينا نشوفوا مالك شي هكا يخرج لنا حاجة ما كناش نعرفوها شيف شكون يعرف اه صفوان باهي دونك شنو حط اخر حطيت الفرينه ليبيدو طيب باش نزيد نص ليتر حليب ديليس باه حضرت الرو بتاعك اللي هو فرينه وزبده فرينه وزبده حطيتهم طيب نحط نص ليتر حليب ديليس عيني ميزاني زاد خاطر الوقت مش خلينا نحسبوا نص ليتر بالضبط زيد الميز دقيق والكريم سوبيريور ليكيد نتاع ديليس زيد عطاوة زاد كيف حتى ساعه لا نطي لازم البشاميل تاخذ وقتها وتهيب باش بعديك نزيدوا عليه الكريم مش ديل ديبل باه شوفوا فاطمه كيفاش تعمل البشاميل تاعك فاطمه؟ فاطمه قاعده تحسب باش نستعمل 30 غرام فرينه ليبيدور وباش ناخذ معاها 30 غرام زبده ديليس وبعد باش ناخذ نص ليتر حليب ونمشي البشاميل نتاعي باش نفوحها شويه بنواد مسكات وشويه ملح وبعديك قداش نزيدوا الكريم؟ كي تعقد شويه باش نبدا نحل فيها بالكريم وبعد نمشي للدريساج نتاعي نحط اللازانيا وكا هي لا روسيت هي لا روسيت اكزاكت تاع البشاميل سي ابري 60 غرام فرينه 60 غرام زبده بور 1 لتر وان تعطينا ماشي صحيحه الغوسيت نتاع فاطمه 30 30 بور 2 100 غرام 100 غرام زبده سي برو ودو كويير فرينه سي بو بور تشوف شي حاجه ديفيكولتي باش تعقدلو على خاطر يلزم ديما قد الزبده قد الفرينه باه هما عندهم ديجا الميزان كانوا وزنوا دونك الغوسيت نتاع البيشاميل لازم قد الزبده قد الفرينه اذا حبوها بيشاميل خفيفه جاريه دونك لابورت نقولوا نحن نستعملوا 40 غرام 40 غرام اذا نحبوها بيشاميل عاديه بور غراتيناج 60 غرام اذا باش نستعملوها كوم فارس دونك نحبوها عاقده نستعملوا 80 غرام بيه. 40 60 80 بور ان لتر هذايا نحكيو على ايتر حليب سولون ليتيليزاسيون نتاعها فوالا هوني فاطمه عملت لنا نص ايتر حليب دونك الدوزاج نتاعها صحيح ونذكركم اللي راهو عندكم وقت وبديتوا تدخلوا في الليميت نتاع الوقت نتاعكم باش تحطوا اللازاني في الفوق دونك شايف لازمهم يزربوا شويه وي شايف ماذا بيك راك انت معاها باغ كونتخ نذكركم اللي عندكم بزور واللي زدناكم في الوقت مش 30 ثانيه على خاطر شويه عندكم دقيقه وين الشايف ينجم يعاونكم كان عندكم حاجه يحب يصلح لكم ولا عندكم دريساج ولا يفو دوموندي فوالا يفو جوست دوموندي وتنزلوا على البزور مادام ماهمش دي فوت كراف اللي نجموا يعطيني جات تغذيهم با فوالا الا ما يتكلموهم دونك زدت الكريم فريش كريم سوبيريور ديليس باه ديجا الكونستانس تاعها باهي هكاكا توا حضرت كل شيء صوص طومات البولي والصوص بشاميل نعمل مونتاج استعمل اللازانيا اللي بيدور هذه بالعظام
بيان سور زيد انا ما قلت حتى شيء مره في حقت الهروس موجوده زي مسكرة وانا نقول لك سي ان ريسك وهاني ما قلت شيء ما دمنا مع شيف هيك سي ان ريسك لا لا جيش تعطيه شويه بنا وشايف حتى معينا راهو شايف يحب الماكله موززه شويه وين وصلت يا فاطمه نشوف كاينو صفوان سبق شويه فاطمه في الخدمه والوقت بدا يزرب يا فاطمه ما نحبش نعملك ستريس زايد اما راهو الوقت بدا يزرب وزاد عندنا الديسير لازمو يبرد بيان سور لازمو يبرد بيان سور الديسير ماهوش تياد الكريم باش تولي بنينه لازمها تبرد دونك الوقت كومونس افيغ رجعت زدت الهروس اي باهي زدنا الهروس ريسك كيما طيب باش نحط صوص طومات السكر دونك حرحر هنا شويه بالهروس تاع السكر فوا اللي عملوها بريسك ديستركتوري معناتها الصوص وحدها الدجاج وحده دونك نزيد فرماج ديليس سافير غريير شاطرين بنا هيك من الداخل ديجا باش كي نجبدوا نخلوا بنا في الوسط ومن برا وكل شيء حتى انا موافق في التشخشيخ ديما موافق دونك نشوفوا حاط لنا اون كوش نتاع فارس بولي ومن بعد حط لنا الصوص طومات اللي حضرها حط البولي وحط فوق الكورجيت وبعد هيك حط الصوص طومات نعملوا نفس الحاجه هلا دونك كيف كيف شوفوا من غاديكا زادا كيف كيف شيف فاطمه بدات تحضر في اللازان ليبيدور هاي كيفاش تحضر لنا فاطمه بيبي باش نحط اللازان في شويه ما يغلي انا اختارت انها تطيبها لازانيا باش تطيح شويه ميثود ديفيرونت فاطمه باش تصمت لنا شويه البات لازانيا اللي بيدور وصفوين حطها ديريكتومون دونك هون يظهر لي الشيف كما قلت لي قبيله اخدم فاطمه اخدم ما تستناناش اخدم لا كوش فوق علي ما فيهاش لازانيا كيف كيف علاش ما فيهاش لازانيا قاعدين تزربوا او مانتون راكم قاعدين تضيعوا في الباس فما حاجه اخرى في الفيش تكنيك اللي مديناها والرسات فما بازيليك ولا لا؟ فما فين البازيليك؟ تو ساي سي ترو تار اما نحكي لكم على الزربه ما كومش قاعدين مركزين سكو جو فوا اللي انتم دخلتوا بعضكم شويه احترموا الرسات راه قبل ما تخمم في حاجه اخرى احترم الرسات ليزانجريديون الموجودين فيهم عندكم الفيش بحذيكم لازمكم ديما ترجعوا للفيش ما تنساوهاش ما تتلهوش تخدموا تنساو الفيش ديما ترجعوا للفيش و نحبوا حاجه بنينه شيف البلان برينسيبال كان هو اصعب حاجه على خاطر متكون من برشا حاجات وعملتوا برشا طبقات دجاج وصوص طومات والكورجيت وكل هيك علاش وصوص بشاميل بيان سور هيك علاش كانت فيها بريباراسيون اكثر مادام موجود في فيش تكنيك اوبليغاتوارمون يلزمو يستعمل فوالا دونك بحذاكم لي فيش عاودوا اقراوهم او فيغ يا مزور دونك فاطمه زادت كريم سوبيريور ليكيد ديليس ولنجو فيه اللي هي زادت كيف كيف زادت الكريم فريش فوت زادت التكنيك زادت الكريم فريش قبل ما تعقد لك اللازان قبل ما تعقد لك البيشاميل لازم البيشاميل تغلي وتعقد خاطر مانيش نطيبوها بالكريم فريش نحنا بالكريم سوبيريور هي يلزمها ال بخون ان كور تيبس وبعديك تزيدها الكريم كسوبليمون باش تخفف هذوما دي ديتاي تكنيك معناتها ينساو مسخبه يحط كله فوق بعضه نو سي با سا هنا فما كوش بتاع بات ناقصه كيف كيف بعديك حد كيفاش يقص ما نجمش زيد حتى كي باش يقصها من بعد سافا با تونير خاطر ناقصها. قدرة لازاني. فوالا. لازم اللوطه فما فوي دو لازاني والفوق فما فوي دو لازاني وفي الوسط زاد. دونك شنو اخر ايتاب عملتها صفوان؟ حطيت اخر ايتاب كريم بشاميل وحطيت الفخوماج. فخوماج كرويير ديليس. باش نغطيها بوبي الومنيوم باش نخلي البات نتاعها تطيب. بعتالي اخر وقت نحي بوبي الومنيوم جيس باش تكراتيها مع البات. كامل سقط لك شو؟ لا في اخر ايتاب طيب مش نحطها في الفور دونك شيف نشوفوا لي صفوان حط اللازاني في الفور ان غران با ديجا فوالا دونك نقزها نو با زوكا مازال نقزها في الوقت نقول في الوقت بون في البنه وفي الجو في الدريساج مازلنا ما نعرفوش اما في الوقت نقزها سي اونكور ريكوبيرابل مازال عندها الوقت فاطمه لازمها تزرب شويه وشيف شنو باش تعدى صفوان توا الديسير ولا لونتخي؟ نعمل ديسير باش نخلي الكريم تبرد في اقلها. باهي الديسير اللي هو ديجا العظام طيبوا العظام ديجا طيبته من بكري. باهي دونك
ديسير نفكروا شيف اللي احنا اليوم عندنا في المنيو نتاعنا تارت سيترون شوكولا فاسون معناها اخرى بتاع تارت مش اللي مسنسين بها المره هذه دون اون فيري في صحفه ولا في كاس ولا كيما نحبوا نعمل دريساج نتاع اللازانيا ما لقيتش فيه حتى مشكل لقينا الدريساج نتاع الليسير والدريساج نتاع لونتري دونك اول حاجه باش نبدا باش نقص السيترون تاعي باش نطلع منه السيترون نقص الليم تاعي باش نطلع منه السيترون باش نستعمل ثلاثة جو سيترون جون وباش نعمل ستة فيغ وبالتالي باش نحطهم في كاسرول يطيبوا لي زيست باش نعمل زوز سيترون معناتها لي زيست تاع سيترون والسيترون تاعهم باه Donc, chef, dis-moi, laisse-moi un œuf pour le plan de travail. Puis je te rate ou. Voilà, je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Donc, un œuf pour le plan de travail. Je suis là. Donc, ça fait une bête à son citron. Je suis là. 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 Je Donc, je suis là. Je en rondelle. Ottawa. Enfin, enfin, fromage gruyère délice. الفلفل الخضر شو تحطه فات؟ مليح يابت. المليح يابت. لحظة برك. مركزة. سؤال مش قادم. لحظة برك. مركزة فاطمة مركزة. باش نعمل توا كوش أخرى فيها الصوص وباش نحط حطيت المرة الأولى كورجيت والمرة الثانية باش نحط البوفغون روج. باهية تكنيك مش خايبة يعني كوش بالكورجيت وكوش بالفلفل الأحمر. شوف والله انا نرى في الكولي معناها شد روحه بيان سور يعني بورتون راحته معناها مي خاطر ما رحتوش برشا الحاجه الباهيه اللي راحته بلاصه يعني ما يقلقش خاطر انت قبيله ولا. شفتك شاف كانك هكا كان ريدوي معناتها هاشي هاشي معناتها شو اللي بعد بار كونتر هي جوست سافا يعني قصته بلاصه ما هو حسب ما نرى توا سافا صفوان عصر يا صفوان عصر كان حاجتك بشكون يعصر معاك راهو ما تنساش. وتنجم تزيد كان القرصات فما بزاف. تنجم تزيد. شوف شقول لك نعطيوهم الغوسيت نتاع تارت سيترون اللي تفرجوا فينا اللي كان شاهين هكا يحبوا يحضروا تارت سيترون. هي الباز تاع تارت سيترون هي الكريم دو سيترون. الكريم دو سيترون ديما انا جوزي سيترون فير وسيترون جون. سيترون فير سي بلوز اسيد. très parfumé ou citron jaune et antique mais le jus théo matam kif kif c'est deux choses différentes ou on zidou un zeste bien sûr zeste là fait matam كبير برشا تاع القارص القارص مش مطعم بركه الخروسيه سي البارفام تاع القارص معناتها اللي هو très parfumé ناخذ deux zestes de citron ستة مقسومين ما بين citron vert ou citron jaune نزيدوهم شويه ماء on va les porter à ébullition دوما يسخنوا نكونوا نحن ديجا حضرنا العظم نتاعنا اوف اونتيي 3 اوف اونتيي 150 غرام سكر وشويه نشاء شويه هذا تعرفني ما نحكيش برشا بالميزان مي في الباستيري اوبليجي باش نستعملوا ابري 15 غرام من نشاء هذا كله يتخدم مع بعضه بالفوي وبعديك نزيدوه السيترون والماء اللي يسخنوا مع بعض نخدموه مليح ونرجعوه فوق النار باش يختاروا يوليو ان كريم دو سيترون بالنسبه للباز نتاعها باش نعملوه بالبسكويت سعيده حتى انا غزرت وما فهمتش غادي شنو اللي فما حتى انا وقفت غادي حطيت من فوق سامحونا يا جماعه انا باش نرجعوا لكم اي لا لا حطيت الليكيد هذاك شنو هو؟ البيشاميل بشاميل حطيت مش عقده برشا البيشاميل وي وقايد يظل باش تدخل الفوره اي سي بون دونك نعمل المونتاج بتاعنا نرحيو البسكويت صافي نقعد تبع في الغوسيت ولا ايه نرحيو البسكويت سايدة بتاعنا نخلطوه بشويه زبده ونعطيه مضريبه فوق بتاع درج بركه باش يشرب الزبده بتاعه بعدك نستعملوه هو كومباس نستعملوا عندنا الكريمه تارتيني اتلانتيس اللي هي ان برودوي يونيك
100% huile d'olive, pas d'huile de palme, pas de gluten. Donc c'est un produit unique, crème ou bien barche zéda. D'accord. Nous avons le goût noisette banane. Nous avons le bis avec couche thénia, nous avons le couche thétha. Donc biscuit saïda, on va le crème à tartiner. On va dire que biscuit saïda, on va dire que le crème de citron. De citron. On va dire que le tablet de choua, on va dire qu'un talon, une bonne chantilly, vanillé. Bien sûr, les amis tablent. Bah, dès qu'on t'a l'eau, le crème chantilly, t'es à la Smart Chef. On a amené des rosaces, mon four, au four de meringue. On a amené le crème chantilly comme c'est froid, ma hachette de meringue. Ben, c'est là, il va aller. C'est là, ben, voilà. Donc, lasagne, t'es à la fin de couche. Au printemps, je fais amener pour l'entrée, on fait dessert. دونك حضرت جوج سيترون لي زيست وحطيتهم مع النار باش يغليو شويه وكهو بعدا باش نحضر ثلاثه عظمات نحركهم بسكر وشويه نشا باش تعقد الكريم تاعنا دونك نحط ثلاثه عظمات وفيت ثلاثه خليك تهزهم راهو مش نعلمكم اللي ما عادش فما برشا وقت الفو فير فيت نخليوها شاف يحضر دونك هو الكريم دو سيترون كريم دو سيترون ونشوفوا لهنا فاطمه حطت لنا البسكوي سايده وباش تبدا تحضر الباز. وهنا الكريم دو سيترون كيف كيف شنو عملت؟ دونك حضرت العظام والنشي والسكر في بول باش نصبهم على السيترون واللي زاست نتاعهم بعد ما غلاو نحرك بالخويا لازمو يحركوا فيغ يا مزيور شايف لا نجم نصبوا دانكو ويحرك الكل بالدا وحتى سوبوزون كان عامل دي ليمون نجم نعديهم في الشينوا ولا في التميم نرجعوا على النار نبدا نحركوا نقعدوا نحركوا ديما بعدين نحصلوا على كحال وين تولي الكذاب لازم تكمل ليزانغريديون تاعك الكل. تعديت فاطمه للقارص. حضرت البسكوي تاعها اللي هو باش تستعمل كوم باز. وتوا باش تعصر القارص تاعها. نذكركم اللي ما عادش عندكم برشا وقت لازمكم تزربوا شويه في ساعه في ساعه فاطمه. نذكركم اللي انتم وليتم مخر مش ما عادش عندكم برشا وقت. الفو اكسيليري فيت. حتى لتوا شايف ما استحقوناش في البازار. مش استحقونا. تقول انت لا انا نقول باش يستحقوا على خاطر توا مازال وقت اللي انا باش نبدا نعطيهم قديش بالضبط مازال لهم وقت وقتها باش يدخلوا بعضهم بالقدا بالقدا ديجا فاطمه هيك تجري وتزرب نصبها في بول نظيفه بعدها على السخانه باش ما تكملش تقعد تزيد طاقه اكثر خليها تبرد شويه ونزيدها الزبده ما خليوهاش تبرد زيدوها الزبدة سي فري شوالي ان كريم معناتها لويزونت وانكتيوس عرفيها شيف شادة روحها لا شادة روحها عندها وتلمع و دونك توا باش نزيدوها الزبدة شوية زبدة دي ليس هم تيدي ونخدموها باش تولي ليس الكريم تاعنا باهي كيف كيف غادي مازالت فاطمة تحارب في السيترون يا فاطمة شنو تلوج يا فاطمة؟ يا فاطمة شنو دخلت بعضك يا فاطمة؟ السيترون فرشك وقضيناه من ام جي سي لا سيزون يبدا فيها جوتو توا السيترون بيان سور في الشتاء بارك الله كعب سيترون خشينة وقت توا فوالا يظهر لي هكا حضرت هكا الكريم تاعي حضرت نخليوها تبرد اكزاكتومون توا نغطيها ونحطها في الفريجيدار نخليها تبرد باش تبرد لي في ساعة في ساعة نحط فوق هذا بيبي هكا باش ما تعمليش كالجلده هكا من فوق وتشيح تقعد ديما الكريم. هات عليك. ميرسي. عليك. باش ناخذوا كريم شونتي سمارت شيف وديجا مكتوبه هاني طريقه التحضير نتاعها ملتاي امورها واضحه. سهله ما غير ما نقول لكم. ما فيهاش اللي هي قول لنا قول لنا الساده المشاهدين. سهله برشا ناخذوا ساشي كريم شونتي ديجا ونزيدوا عليها 125 مليلتر حليب. أمان شو نزيد نحلها شوية نزيدها ساشي سكر فاني سمارت شيف حليها وتبننها وبلس حليها وتبننها بالضبط كوم الكريم اللي تحتها هي كريم سيترون دونك أسيد هذه جي سكري وأروماتيزي فاني
دونك سهله الميثود موجوده في ظهر الباك وشيف الناس كل تنجم تعملها وما نتخيلش كان واحد ينجم ما يطلعش كلام شونتي سهله برشا كسوا باليد بالفوي ولا بالماكينه راس لابس دونك حاطين ساشي عليه 125 مليلتر حليب ديليس ديجا انت ولا سو سيزون تاخذها العباد اللي دو بريفيرونس الحليب يكون بارد بردوه مع تقمل ما نستعملوه باش تطلع اسرع وكاوا معاك حتى هكا باهي باش نزيد توا ساشي سكر فانيلي سمارت شيف سمارت شيف كيف باهي نركض بوندون 2 مينوت حاجه كي هكا تطلع الكريم شونتي ونحطها في الفريجيدير زاد لازمها تبرد مع الكريم دو سيترون باهي اوكي وانت زي حطيت كريم سيترون بتاعك تبرد يعطيك الصحه خديت 3 عظمات عملت حطيت معهم شويه سكر نحضر في الكريم قداش شويه سكر؟ 150 غرام سكر و3 عظمات خلطتهم مع بعضهم وحطيت السيترون تاعي فوق الغاز باش يعقد شويه نحط له العظم والسكر نحط القشور نتاع السيترون باش يعطيه الجو خاطر الباز دو تارت او سيترون سي سيترون وتو باش نحط العظمات نتاعي للونتري دونك 3 عظمات اوفيتا باش نحطهم يتسامتو فازي مش كاينك نسيت حاجه الماكل نحطوا فيه العظام يتسمات مش نحطوا فيه شويه ملح شويه ساهل في التقشير داكوردو عظمة اوفيتا فريشكا اما ديما نحطوا شويه نحطوا ملح في الماء تاع صندال العظام اوتوماتيكمون بعد كده يولي ساهل جوستومون حضرت الكريم شونتي نتاعي غطيتها باش نحطها في الفريجيدير بحذا الكريم سو سيترون كونجيلاتور بليتو باش تبرد باش تبرد قلت باش تبرد وفاطمه فين وصلت الكريم دو سيترون نتاعنا راه ما عادش عندكم وقت لازم تخلي لها وقت باش تبرد ما عادش فما برشا وقت شايف انا راهو كيفاش نقول ستوب لازمهم يهزوا ديهم يهزوا ديهم شبيك فاطمه نسيتش باش تعمل يا شيف شو اسمك فاطمه لا 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 ما نسيتش اسمها سافا ستريس بدا يطلع عندك البازور يا فاطمه راهو كانت تحب ليه ليه شيف هي دخلت بعضها فاطمه هاستي ديها نسيت كل شيء قاعده تحضر في الديسير يا فاطمه انت تو ما يسالش هذاك التخاك نتاع نتاع الكونكور مانيش عارف ركز روحك تنفس خذ وقتك وعاود ارجع مازال عندك شويه وقت مش برشا مي كمان لازمك تزرب شوفوا لهنا صافوين بدا يقشر في العظيمات اوفيتا قشر في العظام اوفيتا شقصهم على زوز ونحي منهم الفص نتاعهم ونخلطوا بالمايونيز والفلفل برعبيد شافي ذول لي صافوين اموره ماشيه سافا بدينا توا بنحضر لنا في العظام في الفاس فينال توا مازالو كان المونتاج مازال عندهم خرج خدمة وما عادش فما برشا وقت دونك يلزمهم يزربوا ذكرت روحك شنو باش تعمل فاطمة ذكرت روحك شنو باش تعمل اي باش طلع كريم شونتي باش طلع كريم شونتي ناخذوا على الدو ساشي كريم شونتي 150 سنتيلتر دو حليب انا يظهر لي 125 خاطر مش ناخذ زوز باش تاخذ زوز باهي مش برشا الكريم تاعك سي بون عطات ال باش خليها تبرد شوية اي ما خدمتهاش بالفوي كوم يل فور اوا اوا صفون اش تعمل الصوص نتاع العظام خلي نبرد وحده نرفسهم شوية هكا دونك تو باش نحضروا الفخس وي نشوفوا ديجا جون اصفر اي كويسون تاعو باهية وهي العظمة ديجا فريش كانت عامل كيف فوالا توا باش نزيدوا مايونيز وين مايونيز 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 جديدة بالجبن فرماج بنا معناتها هي بنينة وزيدها الفرماج زيدها الفرماج بنينة برشا بطن غرفة هكا نبدا نحركوا لين نحصلوا على كخام اي وشنو اخر فيها الموس اي باش نزيدوا فلفل برعبيت نحصوا زوية ذكا وكبار ومعدنوس وطن هذاك الانجريديون دو باز تاعك وجبن شيخ وجبن نخليوك مالا تزيد الكبار وفلفل بالعبيد والتن والمعدنوس وسيرتو فرماج ديليس سافور بروير
فيش فرماج شيف في الغوسيت اما ماني فين زيد هذا هو باش يزيد الفرماج هو حر شيف هو الشيف اليوم ها احنا نشوفوا ونذوقوا دونك شيف نذكروا اللي احنا في في مالا شيف لو دويل ما نبداوش انتري بلا ديسير نمشيو انهي انهي هو البلا بلوتو اللي شد اكثر وقت هذيك علاش نشوفوا اللي اخر حاجه عملها لنا صفوان هي لونتري نورمالمون عبد يقول لك علاش ما بداوش من الاول احنا حاطين الحاجات ترافاي داسامبلاج ما فيش برشا كويسون جوست الوقت باش طيب العظام نتاعو بار كونتر اللازان لازم هي تمشي الاولى سينو تسمى هو شنو الكوجينا يفو سافوار جيري لو طون تاع انك تعمل كل شيء في الوقت فوالا دونك ما يشدش برشا وقت ما لازموش وقت زاده برشا باش يبرد دونك انا بريفيري بلوتو صفوان وحتى فاطمه زاده الا بريفيري دونك نبداو باللازاني ومن بعد الديسير وكل حاجه سيتي استراتيجي صحيحه فوالا فوالا قصيت فلفل برابيت زيت معدنوس نزيدو شويه كبار والتن بيان سور والتن وباش يزيد يحط لنا الفرماج ميم سي هو مش محطوط في الغوسيت يعني يظهر لي شيف يبان الفرماج معناها مش لا مش مشكل لونتخي كان هو اوف فارسي وطون لونتخي ساهل وبرا جوست حط كل شيء مع بعضه حطيت العظام يتسمط لين غلي وطاب بعدين نحيت الفص نتاع العظام زدت الزانغريديون هكما زدناهم للفص باش حصلنا الفارس نتاعنا ورجعتهم مع الابيض نتاع العظام وقدمت الطبق نتاعي جوست فاطمه ورينا وين وصلت تو باش طلع الكريم فريش نتاعي حطيت الكريم فريش وزدتها ساشي نتاع الكريم فريش وزدتهم ساشي سكر فاني نتاع كريم شانتي بلوتو اي كريم شانتي وزدتهم ساشي سكر فاني سمارت شيف باهي وتوا باش باش طلع الكريم فريش نتاعي واحدة وما تطيحش الكلام تاعنا سي كو سي بون سا فا تكسور تاعها باهي الزمها زادة تبرد حط في الكونجيلاتور خير كيف كيف حتى الكريم دو سيترون خرجت لنا الكريم كريم سيترون طيب باش حطيت البسكوي سيدة باهي نحط شوية كريم سيترون ونحط من الوسط شويه شوكولاته تارتينيه دونك هذايا سي اون كريمه تارتينيه شيف اتلانتيس كاكاو نوازيت وبنان 100% ويل دوليف اي سورتو شيف سان غلوتين اي سان ويل دو بالم ويل دو بالم سكي تري تري امبورطون ونحب نذكر شيف اللي نخليك ساعه تبدا تستعملها ما ضيع عليكش وقتك نحب نذكر شيف اللي الكريمه تارتينيه اتلانتيس نجمو نلقاوها في الريون تيت نتاع ام جي Et surtout, nous avons aussi dans le cadre en parapharmacie. Ouais, moi quand on l'ordonnance. Bon, c'est bien pour la santé, aussi bon, c'est de faire le mec là. Voilà. Donc, peut-être choisir crème au citron. Moi, je note malus, choisir chocolat. Mais j'ai des batailles d'achat noir, peut-être c'est de faire crème au citron, chocolat malus. Maintenant, on note crème au citron, mais faut. Ouais. Mais je note le chocolat en tête. Nous, je me trouve une abzée de la ou mille crème à tartiner. Ouais, là, je suis chocolat. 100%. انا ننصحك زيد خذ هذا اسمعني راني هذا يمشي احسن قمرهولي بربي هذاك باهي شنو مازال لك اخر صفوان؟ رفيق ديجا حضرت الباز نحط الفارس في البلون دوف هكا ونخرج اللازانيا سي بون سي بون يظهر لي مع التايمينغ ما عادش عندك برشا وقت دو توت فاسون ماشي تايمينغ صحيح لازمك تزرب شويه فاطمه راني ما قعدتش برشا وقت كيلكو مينوت كيلكو مينوت وباش نعطي التوب ما تغزرليش عاودت نسيت استنى في العظام يتسمط اي فما دوتر شوز افير استنى في العظام يتسمط باش نمشي نحضر الديسير باش سلمت فاطمه اللي يظهر لي بطلت ماشي باش تعطينا حتى شيء نذوقوه اليوم فاطمه باش نرجع تو نحط شويه بسكويت وبعدين باش نزيد شويه شخشيخ اخرى باش نحط الكلاس عملت سيباراسيون بين الكريم والكلاس باش كل حاجه تتبسط بعدين نعمل كريم شانتي ويكون ديسير خاف الكلاس الكلاس باش يشد لك زعما شوي بليجي اللي نستعمله في الرسالة باه نجم نقولوا لي فيرين مازال عندكم كيلكو مينوت كيلكو مينوت ما عادش حتى لازم نجم نقول حتى كيلكو سكوند يظهر لي توا دونك كيف فاطمه شنو باش تعمل لنا؟
حليت لنا حركه الكريمه تارتيني اتلانتيس باش نحطها توا حتي عملت البسكوي نتاعي وكوش كريم سيترون في ساعه البسكوي توا باش نحط كوش بالكريمه تارتيني كريمه تارتيني كيف كيف فاطمه فكروا لي الكريمه تارتيني 100% huile d'olive sans gluten sans huile de palme donc نجم تحط لنا منها بزيت ما نقولوش لا نشوف لهنا الكريم دو سيترون تاع فاطمه ما شدتش روحها نو شيف لازانيا حضروا زعما هما يشوفوا مش انا نقول صافي شنو حوين اللازانيا نتاعك انا قاعد نطيب لك باش تسربي هنا في وسط الـ في وسط الـ معناها في الريسبيون هذاك نتاعها لا لا باش تفرحها مالا خرجها وقايت باش تفرجها هاي نزربوا شويه نزربوا راهو انا يظهر لي وقايت باش يستعملوا البزور يا شيف فوالا هاو تفضل هاي قول شنو صافوين عندك دقيقة هات عليك شيف حط لك يلا انا في بالي استشارة لا لا بس استشارة جايبك هذا اللي بيك داكوغ دونك نخليو شيف استحق له صافوين للدريساج فاطمة انا ما نجمش نعاون راه دونك حطينا الكريمة تارتيني اتلانتيس بازي صافي نون باراليل شيف يخدم وانت يخدم ما تضيعش الوقت شلون تستحق بازي في ساعه يا فاطمه في ساعه في ساعه في ساعه لازانيا تحرقت رد بالك راسك رد بالك راسك في ساعه في ساعه في ساعه انا اونتر تون يظهر لي باش نذوق ما نجمش نصبر باش نذوق الكريم اتارتيني اتلانتيس شيف وي هذه الدقيقة تاعو أمور واضحة أنا ما نعاون في حتى شيء أنا قاعدة نكر ضبطنا الوقت في الآخر دونك هيك علاش سحقيت البوزور وسحقيت للشيف ناديته في آخر وقت جوست باش هي زاد الكونكورونت ما تاخذوش الشيف خاطر في آخر وقت دونك ما عادش عندها الوقت أني باش تاخذه أني خذيته جوست عاوني في التارت أو سيترون باش يخدم عليها ما بين أني دريسيت اللازانيا نتاعي وديجا معناتها لونتري ديجا حاضر الوقت شيف انا انتر تون يظهر لي ما شديتش روحي باش نذوق الكريمه تارتيني اتلانتيس بديت بالديسير انت بديت بالديسير غير ريزيستيف بينا برشا فيها لو كو تاع النوازيت اون ميم تون البنان والويل دوليف زاد والويل دوليف وي هيا ما عادش عندنا برشا وقت هيا 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 فيس انا باش نبدا نحسب يا جماعه باش نبدا نحسب حضروا الدريساج يظهر لي فاطمه مازال لونتري بتاعها ما حضرش صافي نرد بالك في الدريساج ما نحبوش تولي عجة العظام يظهر لي ما طابش هنا بالبداية خاطر ما حطيتوش من الأول شايف لا تقولك شنو لي فون تكنيك بتاعها أول حاجة حط العظام في شطر العلو بتاعه ماء نورمالمون تخمو الكل بيان سور لازم تخمو الكل ثاني حاجة باش تطيب عظمة هي أسهل حاجة في الدنيا أو ميم طو لازم واحد يعملها بالكدا نورمالمون تحطه في وسط ماء بدا يغلي وما تحسب له 10 دقائق هي حسبت له وقته وهذاك علاش جاها مروب ماهوش طايب ما غمتوش كله بالماء تنجم الريكوبير منه حاجات وي 10 دقائق فوالا دونك شيف نذكر فيها باش يستعمل وين باش يستعمل البازيليك فوالا يلفو غاتخافي شيف فاطمه دخلت بعضها دونك شيف ما عنيش وقت باش نستناو اللازاني تبرد بالكدي وتشد روحها بالكدي اما اللي تبعوا فينا في الدار ماذا بيهم يخليوا اللازاني تبرد قبل ما يقصوها فوالا كان ينجموا زيدا بتاتر شيف يعملوا لنا لازاني انديفيدويل كل واحد وحده واحد وصغرونا احسن حاجه في صابون لازاني نحن وفر لي زونسيل كل اختاروا باش يعملوها مع بعضها اما الوقت ترو سيري صافي نكمل مازال كان يحط الكلاس وهي مازال لها كان شنو اخر فارس تاع شنو مازال لك وينهم لي فيرين نتاعك فات في وسط الفريجيدير انا خليت برشا وقت للبلا برينسيبال نتاعي اي سورتو لونتري اللي انا ذكرته في اخر وقت ما تليتش بيه حطيت العظم نتاعي تصمت في الاخر كيك عليش ما في الاخر ما خلطتش باش نوفق بين لونتري وبين الديسير شايف يظهر لي انا باش نبدا نحسب على خاطر قعدوا بالضبط 10 سكوند دونك في ساعه في ساعه في ساعه هاي اللي في يده حاجه هاي 8 7 9 وين 4 3
2, 1, stop. وينهم لي فيرين؟ خرجنا لي فيرين يا فاطمة. صفوين. سي بون حضر. عملت اللي حبيت عليه؟ هاي ان شاء الله. اوكي. خليو فاطمة تخرج لنا لي فيرين من الفريغو. دونك فاطمة نورمالمون ما تنجم تزيد حتى شيء، جوست باش تكمل تحط لنا لي بلا فوق الطاولة كيف صفوين. ماذا بيك قاعد تسرق في الشوكولاتة من غادي زاد انت فقت بيك هاكا. دونك تحطوا لنا لي بلا طحنوا السكر كيف هنا. دونك تحطوا لنا لي بلا فوق الطاولة، احنا باش نمشيو بوب ونرجعوا tout de suite نلقاو لي بلان دو ترافاي نتاعنا مريقلين منظفين ونتعداو ديريكتومون للديغوستاسيون. فوالا.